الدكتور عبد الوهاب الفاسي، استاذ هاني الفاسي، نجديد الزعيم الرحيل، افراد عائله الزعيم الرحيل. اليوم مؤسسه هلال الفاسي تنظم ندوه مهمه حول اجتهاد في فكر الزعيم الراحل هلال الفاسي والعلامه الكبير. كما تعلمون هلال الفاسي فهو قام بالعديد من الكتب وكذلك من اجتهادات في مجال الفقه، وبالتالي ففرصه من اجل العمل على اولا تنوير الراي العام على اهميه الاجتهاد، خصوصا ان كما تعلمون نحن في مرحله دقيقه التي نعيش فيها تغيرات كبيره داخل المجتمع. هنالك اراده كذلك لتعديل العديد من القوانين بينها مدونات الاسره، وتم اعتبار انه من الضروري ان نسلط الضوء على الدور على اهميه الاجتهاد من اجل اولا العمل على تاكيد البعد الشرعي في هذه الاجتهادات، ثانيا العمل كذلك على مواكبه تطور المجتمع وعصرنه القوانين الاساسيه بالنسبه لبلادي. أستاذ علاء الفاسي مفكر مقاصدي بامتياز، مفكر مقاصدي ببعديه، أنه يفكر في المقاصد ويفكر بالمقاصد، يفكر في المقاصد مدارسة وإنتاجا علميا، ويفكر بالمقاصد ممارسة سياسية، ولهذا فإنه بالمقاصد صار مفكرا مقاصديا، ومارس من خلال التفكير النظر في مجموعة من القضايا الشرعية، مما ولد عنده حسا اجتهاديا مقاصديا. الاجتهاد المقاصدي عند أستاذ علاء الفاسي هو موضوع مشاركتي في هذه الندوة المباركة في هذه المؤسسة العريقة. سعيدة اليوم بالمشاركة في الندوة العلمية المخصصة لأعمال علاء الفاسي، وستكون مداخلتي يعني مخصصة في زاوية المرأة وحضورها في أعمال علاء الفاسي.